وأيضا الذي أفادني في الحقيقة عالم كبير من الأندلس، نعم هذا العالم ألف كتابا اسمه الموافقات في أصول الشريعة، نعم الإمام الشاطبي. مش شاطبي. وأنا في كتبي كلها، في كتبي كلها أعتمد على مين؟ على فكره، نعم حتى أزنه أشوف إنه وزنه تقيل ولا خفيف، نعم فإن كان وزنه ثقيلا أخذت به جميل وأشرت إلى أن هذا قال فلان. نعم لكن ما رأيك أني بعد أن درست هذه المجلدات، 4 مجلدات بذل فيها جهدا كبيرا، نعم ولا سيما في أصول الشريعة نعم والمقاصد الشرعية، نعم ليش وضع هذا الحكم وهذا الحكم؟ شو الغرض الذي يرمي إليه نعم الشارع الحكيم؟ هذا علم قائم بحاله، نعم لم يتركه أحد من علماء الأصول كما تركه الشاطبي، شاطبي نعم علم المقاصد علم المقاصد. نعم ولذلك حينما أتى المرحوم محمد عبده، نعم تسمع فيه نعم معروف عالم كبير، حينما قرأ كتاب الموافقات قال ما فهمت شيئا، ولكن أنا أدعو العالم الإسلامي كله إذا خرج منه أناس يحسنون دراسة الكتاب وشرح للناس، أدعوهم إلى أن يقوموا بهذه المهمة الكبرى، لأن لهم أجرا، أن لهم أجرا عظيما نعم في الإسلام، نعم لا يتكلم عن الأصول عن أصول وعن القواعد والفكر صعب صعب المقاصدي جدا. نعم وأنت تأثرت به ولذلك كثير الآن أنا كمان قائم في دراسة هذا الكتاب بالتفصيل، ودرسته نعم في عدة جامعات، نعم أولها في دمشق، وطلب مني الأزهر نعم حينما حصلت على تخصص المادة، قال لي إذا كنت يعني تحسن إلينا أن تشرح كتاب موافقات الموافقات ونحن نعطيك الأجر، نعم وإحنا في الأزهر نهتم بهذا الموضوع ولكنه صعب جدا، نعم وهذه رسالتك هي التي جعلتنا أن نقدر الأتعاب اللي بذلت في هذا الموضوع نعم بالعقلية، لأن هو عقليته عميقة جدا وجبارة. جبارة. طيب هل أنت بدأت الآن في هذا المشروع دكتور؟ أنا بدأت وأين وصلت في مشروع الشرح؟ حينما أحالوني على التقاعد، نعم وهذا أنا بعتبره أنهم نعمة يعني سدوا عني الطريق للتدريس، نعم لأني أنا بلغت تقريبا، أنا يعني قريب من 80، نعم فلذلك يعني اتجهت إلى كتاب الموافقة موافقة وتفرغت له وتفرغت. وعسى الله حقيقة يعني إن متعنا شاء الله ببقائك بأقرب فرصة، يعني سنة أو سنتين بيكون جاهز إن شاء الله إن الله أعطانا القوة، إن شاء الله وفيها لأن منفعة هذا كتاب ليس من السهل قراءته ولا الاستفادة منه، نعم ليس من السهل. نعم فحينما أشرحه وأبين الأشياء الهامة فيه والقواعد الكبرى التي استخلصها، نعم وله رأي لم أجده عند العلماء، رأي آت من الأندلس نعم مش من العرب، إذا هو عالم أوروبي عالم كبير، نعم ولم يأتي هو بهذا الكتاب إلا بعد أن درس سائر العلماء في الأصول نعم العربية. فجاء هذا الإبداع نعم طيب